مساءكم خير. بيقولوا كده ان من علامات الاتزان النفسي هو انك تعمل كل حاجه للاخر، يعني باقصى تركيز، زي كده الاجانب بيقولوا عليها فول هارت، يعني لو تشتغل اشتغل بكل قلبك، اشتغل كويس قوي، لو هتنبسط انبسط كويس قوي، لو هتقعد مع اولادك اقعد مع اولادك وانت مركز معاهم قوي. التفصيله دي مش بس مهمة عشان انت تشتغل احسن او عشان تنبسط اكتر في الاجازة، هي مهمة عشان سلامك النفسي، عشان تفضل متزن. لكن اللي بيفضل طول الوقت في الاجازة انا مش عارف انبسط بالاجازة تدوني وعلى طول بفكر في الشغل، بالمناسبة دي مش ميزة، دي حاجة خطر جدا، واعتقد ان هي محتاجة تدريب. فبذكر التدريب بقى عايزين نمسي على أستاذة داليا كمال اللايف كوتش، واللي ممكن تقول لنا هو فعلا الحالة دي مزعجة لأصحابها، وهل بتقدري تساعدي ناس انهم يخرجوا من حالة اللي بعمل كل حاجة نص نص دي ولا لا؟ مساءك خير يا أستاذة داليا. مساءكم معطر دكتورة دينا الجميلة، وكل سنة وانتم طيبين وعيد مبارك عليك وعلى الناس اللي بتحب السعادة وبتحترم الكواليتي تايم. ايوه بالظبط، الكواليتي تايم، الوقت القيم. شكرا. ايوه بالظبط كده. طب الاول عاوزه اسالك، هو فعلا حضرتك ملاحظه زي حالاتي كده انه في ناس كتير وقت الشغل ما بنشتغلش قوي يعني، ووقت اللعب برده ما بننبسطش قوي يعني، حته النص نص دي موجوده كتير صح؟ ايوه دي حقيقه، وحته النص نص دي مش هتوصلنا للنتائج اللي الانسان بيكون عايزها، هي دي المشكله. بعد كده لما بيتحط في الشغل او بيتحط حتى لو هو عاوز ياخد اجازه يقول لك انا مش مستمتع بالاجازه ليه؟ هو انا الشغل ما خلصش ليه؟ عشان انت ما اديتش للحاجه حقها اللي احنا بنتكلم عليه الكواليتي تايم، اللي هو انا دلوقتي انا عاوز اخد اجازه، يعني حتى ربنا مديك الاجازه فور فري بيقول لك انبسط. فاللي هو لازم تحترم الحاجات اللي بتجيلك، يعني الحاجات اللي بتجيلك غصب عنك دي على فكره دي حاجه مهمه جدا، لان هي هتخرجك من بعد كده هو لحاجه شحنه كويسه، شحنه طاقه كويسه، شحنه شغل كويسه، بس لازم انت تهتم بيها او كل حد فينا يهتم بيها. ليه بناخد الاجازات؟ ليه ربنا بيدينا الاعياد والاجازات والمناسبات والحاجات الحلوه دي؟ بيقول لك اشحن وقتك علشان بعد كده انت مطلوب منك ان انت تنتج، ان انت تكون انسان منتج في المجتمع. فلازم ان انت يبقى عندك كواليتي تايم تهتم بيه. عندك عيد دلوقتي بكره باذن الله، عيد جميل علينا وعلى كل الناس يا رب، فلازم تهتم بالوقت وتهتم بنفسك وتهتم بالعيله وتهتم بالوقت اللي هو ربنا مديهولك، علشان دي حتى عباده، يعني هو المفروض من نوع من انواع العبادات. ما هو يا استاذه داليا احنا عايزين نعمل كده، بس هل في تدريبات معينه تخلينا نعمل كده؟ يعني اقصد ينفع اقول ان انا بكره عشان ابقى فعلا قادر انبسط مع العيله وابقى مركز معاهم اعمل ايه؟ يعني افتح مواضيع هي الدكتوره دينا تشيلي فيفا، لانك لو ما شلتش فصلت نفسك عن الاسترس اللي انت فيه هيدخلنا بعد كده في مشاكل. فانا بكره ايه اللي مطلوب مني؟ انا المفروض كبكره كانسان ايا كان ايه اللي مطلوب مني؟ ان انا احتفل بالعيد، ان انا ادخل السعاده على نفسي، اقتنص الفرصه يا سيدي، زي ما كده في فرص عمل بتيجي ليك وبتحاول ان انت تستغلها علشان توصل لبوزيشن معين او تايتل معين، دي كمان فرصه بتقول لك ان انت استغلها علشان دي هتوصلك لحاجه حلوه قوي، ان انت هتبقى انسان منتج. فلما تبقى انسان منتج هتدخل علينا سعاده، هتبقى نافع في المجتمع. فلازم تستغلها بقى مع اللي عنده أهل، يستغلها مع أهله، اللي مش عنده أهل وعنده أصحاب يستغلها مع أصحابه، اللي مش عنده الحاجتين الدولة لله الحمد موفرة لك إن أنت قاعد في دولة آمنة مطمئنة، انزل روح اخرج انبسط. يعني بص على الحاجات البسيطة اللي حواليك هتلاقيها حاجات كبيرة جدا ولكن أنت مش مفعل. ينفع انبسط وانا مش مسافر في حته فظيعه ورهيبه ومش خارج ومش عامل حاجه؟ ينفع انبسط مش كده؟ انبسط لان انا قاعد في امان. ده اكتر حاجه تدخل على الانسان السرور والسعاده، ان انا حتى لو مش عندي اي حد هنزل الشارع هلاقي الناس، يعني تخيلي دي، واللي سافر بره هيعرف القيمه اللي احنا فيها هنا.
هيعرف ان ممكن بره ما تلاقيش حد، ان انت مش عارف الساعه 9 ممكن تيجي او عطل، مش عارف تروح في اي مكان. لكن الحمد لله الدوله موفره لنا وسياده الرئيس موفر لنا والدوله امنه، وانزل الشارع ودايما خليك في الحاجات الايجابيه، ما تحاولش تخليك في الحاجات السلبيه، لان السلبي ده هو اللي هيدخلك في مشاكل. فحاول تدرب نفسك تبقى انسان ايجابي، زي بالظبط اللي بيروح الجيم. اللي بيروح الجيم ده يا جماعه مش انسان مبسوط والله، ولا لا، هو عاوز يحافظ على صحته، بيبقى مبسوط لما بيعمل كده. اي اي ايوه بالظبط، بس هو محاولة يعني نازل ان هو محاوله ان هو عايز يكون انسان مبسوط. اللي بيخرج بره ده عشان يقعد في اي مكان هو مش يعني مش مبسوط ولا لا خالص، هو بيحاول يجتهد ان هو يكون مبسوط وبيحاول يسعى للسعاده، لان السعاده دي مهمه. انت لو ما حاولتش تعمل كده هتروح منك حاجات كتير وهتفتقد حاجات كتير، ومش هتبقى انسان نافع في المجتمع ومش نافع لنفسك، وبعدين بعد كده تقول طب انا ايه اللي حصل لي. فلازم نستغل الفرصه. لازم. بشكرك يا استاذه داليا، شكرا جزيلا. استاذه داليا لايف كوتش، وهو انا قادره اتخيل انه احنا لما نقول كده ده مش كلام سهل، وتطبيقه محتاج يعني تركيز. يعني احيانا بنبقى فعلا بالنا مشغول بمشاكل، بحاجات تقيلة بتفصلنا حتى عن الاستمتاع، لكن على الاقل خليني بس الفكرة دي تنور قدامي، انا عايز انبسط وانا ممكن انبسط بكل حاجة بأي ظرف موجود عندي، والسلام الشخصي بتاع البني ادمين بيسعد اللي حواليه. فالشخص السعيد هو عباره عن عدوى، بيعرف يبقى اهل بيته سعداء ومبسوطين واللي حواليه مبسوطين. ما هوش كلام انشا يعني، لكن الانبساط مش مرتبط ابدا بالاماكن والفعاليات. والا اكيد حضراتكم عارفين وكلنا عارفين الناس الكتير اللي بتقول لك سافرنا ومش عارفه السفريه ايه، بس اصل حد بص لنا في السفريه فاتخانقنا طول السفريه. محدش بص لك، محدش ركز معاك زي ما انت فاكر، لكن احنا احيانا بنخلق لنفسنا طرق سلبية كده بتبقى هي السبب في انه مهما عملنا حاجة تبان انها بتبسط ما بننبسطش. والعكس كمان صحيح، في ناس لا بتسافر ولا بتخرج ولا بتعمل حاجة من الحاجات المكلفة قوي لكن مبسوطة. هما دول اللي عايزين نغش منهم بقى في الكام يوم اللي جايين. كل سنة وحضراتكم بألف خير.